هاي جنس، ما عارف شحال هادي ما بقيت درت فيديو، ما بقيتش مولف الكاميرا فحالك، يعني الكاميرا فلوج. شحال هادي ما بقيت درت فيديو وما كنتش منتظر غادي ندير فيديو في هاد المده، حيت باقي مشغول بزاف مع العمل وداكشي، وكنوجد مزيان العمل ديالي باش ان شاء الله نقدر واحد النهار نرجع نسافر كيف نتوما كلكم عارفين. ولكن انا كيف البشر كله كيف كاع المغاربه كنتفرج في يوتيوب ماروكو وكنتبع كاع القصص اللي كيتعاودوا في يوتيوب ماروكو حسيت براسي خاصني ندير هذا الفيديو. من بعد شفت الفيديو ديال البارح ديال واحد السيد سميتو نزار وديال المدام ديالو اللي سميتها نادا، عمرني ما كنت كنسحب راسي غندير فيديو عليهم، ولكن فاش شفت الدري هذه هي الرابعه في الخطرات كيضربوه في المغرب كيتعداو عليه بلا سبب، ما سمحاتش ليا نفسي نسكت، يعني ما طاح ليا امتى يوصل الصباح باش ندير هذا الفيديو. اولا هذه يعني هذه من الحجات الاخرين اللي كتضابط بيننا حنا المغاربه جنس حقار، يعني حنا حقاره. علاش؟ حيت كاع المغاربه غيكونوا فهموا بان داك السيد عنده واحد الكاركتير يعني بريء، فحال ديال شي دري صغير، فحال دري صغير عايش الجو، عزيز عليه ضحك الضحك، عزيز عليه داك التحدي ديال المضاربه، فحال باقي هو دري صغير، يعني من الكاركتير ديالو. كاينين الكاركتير اللي كيكونوا هكاك، ما نقدروش حنايا حيت الدري عاد واحد الكاركتير ديال النشاط ديال اللعب وديال التحدي وداكشي نوضو كنا نحقروا عليه ونوضو كنا نبغيو نمثلوا عليه الرجوله ديالنا. برك من النصائح، برك من الفهم بزاف، كتبغيو تفهموا بزاف عام عليك كتحقروا، يعني كلشي باغي يمثل الرجوله على داك السيد. الرجوله مثلوها في ديوركم، الرجوله مثلوها في شي حاجه اللي خاصه بكم نتوما، ما تمثلوهاش ديما على الناس. ديما حنا المغاربه والرجوله كنبغيو نمثلوها على الاخرين. ناري كون كنت في بلاصتك، ناري كون درت كدارو لي انا هكا، ناري كون شدوني انا هكا، وحنا ما فيدناش اصلا. كتسيبو كيدير فيها السبع في الدرب وهو في دارو مضربه كتحكم قبل منه. ثانيا ديما من علامات الحقره كتشوف المغاربه عندهم واحد الحقره في شي شكل، كيحقروا ماديا، يعني فاش كيكون شي واحد كيشوفوه يعني لاباس عليه وداكشي قادروا تيبوسوا عليه على ايده. انا بعدا عمري ما شفت شي واحد كيبوس لشي واحد على ايده على حساب الفلوس وداكشي. وفي المغرب كتوقع، والسيد حيت باس ايد لمرته حنا عرفنا داكشي. ما انا هو من الاولين اللي كنقول هاد القضيه ديال واحد خاصو ديما يبقى محترم وداكشي، ولكن السيد فحال الهبيل بغا يبوس ايد المرته يبوس ايد المرته. حتى جداك تضربو ولا جداك تنصحو ولا جداك تفهمو ولا جداك توريه الرجوله، الرجوله مثلوها مع هادوك اللي كيهزوا عليكم السيوف والزيزوارات في المغرب وكيقطع يبقاو يقطعوا الطرقان تماك وكيخسروا ليكم ولادكم وخوتكم وعيالاتكم، هادوك مثلوا معاهم الرجوله. ولا فاش كيكونوا دايزين في الدرب كديروا ليهم تحياتي. اما السيد حيت درويش عندو واحد الكاركتير اللي هو الدرويش يعني هبيل، الو راه كتجيبوا عليه الحقره وكلشي كيبغي يمثل عليه الرجوله. ثالثه هي الانانيه، يعني في المغرب حتى الوالدين كيكونوا انانيين مع ولادهم، يعني السيد ديجا واقع عليه المشاكل، ديجا كيتعرض للضرب، ديجا كيخرج كيضربوه، وزيدينها والديه كيديروا استجوابات، ها ولدنا تسطانا، ها ولدنا دار لينا، ولدنا مشى، ولدنا صحاب، عيطوا ليه في التليفون. الا كنتو والديه وعزاز عزيز عليكم بصح ولدكم، ما ديروش الفيديوهات في يوتيوب تتوما، ما تحلوش تتوما كانال كتعيروا في ولدكم، هزوا التليفون وعيطوا ليه، نصحوه في التليفون، حتى واحد ما يسمع اخباره، حتى واحد ما يسمع اخباركم، حتى واحد ما يدي اخباركم فابور كيوليو ضاربينو كينعتوا فيه كي مسخوط، كينعتوا فيه كي بالمعيور. فحال المغرب كله عمر ديال الوالدين، وراه عامر مساخط، راه حنا كنا مساخط. هيا كيف قلت لكم من عالم الانانيه كلشي كيبغي يمثل فيها مرضي، كلشي كيبغي يمثل فيها رجل، كلشي كيبغي يمثل فيها وار على ظهر عباد الله، ماشي على نفسه، على ظهر عباد الله كيف ديما. رابع كاع هذوك اللي كيبقاو ينصحوا فيه، كلشي باغي ينصح هاد النزار، كلشي باغي ينصح هاد الزواج ديالهم، كلشي باغي ينصح. المهم نصح فاش غادي تفيدو في شي حاجه، ماشي كتنصح غير باش تبان انت، هذا هو المشكل. خوه بيدو تا هو خوه بغى يمثل الواره على خوه الصغير، يعني انا يا احسن منه واخا انا يا راني هوك، ولكن خرجت احسن منه متخلق عليه مدير. السيد راه باين متخلق، السيد راه باين مؤدب، السيد راه باين ضريف ودرويش، كيف قلت لكم راه
فحال الهبيل يعني. وزودون هو اختار يتزوج، هو اختار يتزوج بديك الدريه، هو اختار حياته يقدرها على طريقه المسلمين تزوج بها حلال، وحتى واحد ما يتدخل في هذا القانون. اللي بغى يتدخل يعني والديه ولا شي حاجه يهزوا التليفون ويعيطوا عليه. ديك الساعة عيب لشي واحد قال شي حاجة، إما باش ديروا فيديوهات وتنتوما تجي عندكم شوف تيفي وكتهضروا معاه بطريقة شوف تيفي، يعني هذا راه ماشي ما كتبينوش بأن ولدكم راه عزيز عليكم، بالعكس بالعكس راه كتعذبوا فيه. وكاع دوك اليوتيوبرات واليوتيوبوزات وديك المصيبة كلها اللي خالقة في يوتيوب ماروكو، ما تنصحوه ما حتى حاجة، راه ما في إيدكمش تنصحوه نتوما أصلا، نتوما أصلا كنتو في بلاصتك وراكم فرحانين يعني غتدخلوا العاقة وغتدخل ديروا كيف كتقولوا نتوما في المغرب بوز. انا هاد الكلمة ما تدخلش لي لعقلي اصلا. خليو عليكم السيد الله يرحم الوالدين. خامس، اللي كيضرب حيوانة، اللي كيضرب بلا سبب حيوانة، واخا تكون عنده سبب كاع حيوانة، حيت ما خصوش يهز ايدو على بشر اخر، ما خصوش يهز ايدو. اكثرية كيتحاماو كل خطرة ضاربينو جوج ولا ثلاثة، كل خطرة نافخين ليه وجهو، يعني راكم ما رجاله ما والو، راكم مع حقاره. وكان فيكم هاد الوعره كلها كراكم مشيتوا لشي انسان اخر اللي فعلا كيحقر وكيتعدى على ناس اخرين. يما نتوما حقاره كتمشيو عند درويش كتبتلو الرجوله بلا ريسك، يعني باغي تفرض الرجوله ديالك ولكن ما باغي تريسكي والو، كتجيبها على شي واحد اللي ما غاديش يحشمك في ذاك البلان الخاوي اللي في عقلك. في المغرب كله حتى واحد ما اضطر يدافع على هاد السيد كيشوفو كل خطره كيتضرب او راه حشومه عباد الله. سادس، السيد يلا الله يحط الفيديو في يوتيوب بان تعدوا عليه ضربوه وجهو من فوق حنكو من فوق الدم الدم كلشي كلشي نايدين كيديروا الفيديو واش كيقولوا؟ نزار خرجتي على راسك، نزار كنا قلناها لك انت اللي بغيتي هادشي، نزار انت اللي كنصحوك ترجع لعند والديك، انت اللي كتقلب على هادشي، انت اللي يعني بحال كتبرئوا اللي كيضربوا وكتعطيو كاع المشكل كتلبقوه اللي مضروب. وسيدي كل واحد يدير اللي بغى، حتى واحد ما عنده حق يضرب، حتى واحد ما عنده حق يضربك، يقدر يدوي معاك وديجا يدوي معاك ما عندوش الحق، ولكن هاني واحد يقدر يدوي معاك ينصحك كيف كتقولوا نتوما ولكن باش يضربك. ومن الفوق ينوض المغرب كله، نزار حتى اللي كتبري عليه هادشي كتردوا ليه اللومه من الفوق، واللي اللي ضارب كتبرئوه واللي مضروب كتزيدوا توركوا عليه، يعني الحقره على الحقره. ما كتفكروش لهذا السيد يعني اش غيقدر يفكر، ما كتفكروش هاد السيد اش غيقدر يحس. وفي الكومنتات الفيديو السيد كيقول راه ضربوني وكيقول زيد كيقول لهم راني نكالي زعما ما بغيش نخسر الهضره، ولتحت في الكومنتات مازال سرك واي مدينه غتجي ليها غنديروا لك وغنفعلوا لك. يعني الدراري راه ما عندكمش الاحساس، ما عندكمش القلب عباد الله، ما عندكمش نعمه الاسلام في القلب ديالكم، ما كيناش ملي كتقولوا هادشي، ملي كتشوفوا السيد كاع من فوق مضروب ومشي الاولى الخطره دي الرابعه في الخطرات ومازال كتقولوا ليه سرك وكتضحكوا وعاجبكم الحال وكتهدوا عليه، يعني مازال الى جلش مدينه اخرى غديروا ليه وتفعلوا ليه. يعني راه اللي كيقولوك راه يعرف راسه بان راه حيوانه، راه الحيوان وما كيديرشوك، الحيوان ما كيحقرش على واحد باش يحقر عليه، الا حقر عليه راه باش ياكلو باش يشبع يعني ياكل ولا باش ما يموتش، ماشي كيمشي يضطر على شي حيوان باش يحقرها بلا سبب. اخيرا نقول لكم النظريه ديالي، يعني انا تانا في الاول كنت كنصحى بهاد القصه مبنيها عار باش دير الفيو في يوتيوب ولا مبنيها على الشهره، ولكن كنشوف السيد والسيده راه مشاو داروا الوريقات ديالهم، يعني داك الشيء داروه على طريقه الاسلام. وزودونا مشكوره بزاف هاد القضيه في الاسلام ديال تستر الدريه ولا يتستروا بعضياتهم، والدري دار شي حاجه لي فايته اي نتحدى اي واحد يجرب يدير الخير اللي دار داك السيد، يعني كيقول البنيه الصغيره بنته، يعني شي حاجه زوينه بزاف. في الاول حتى انا كنت كنضحك وكنضحك عليهم، ولكن في الاخر كنشوف ناس غاديين على طريقهم، يعني داروا داك الشيء في القانون، يعني راه مكتوب في الوراق، وكنشوف غاديين على طريقهم وكنشوف غاديين لقدام وكيبنيو في حياتهم، ما عندنا ما نقولوا ليهم، يعني خليهم تيخسروا وديك الساعه نقدروا
نتاقدهم ونقدروا نقولوا لهم، ولكن هاد الساعه هما غاديين في الطريق، غاديين في طريقهم مزيان، ما عندنا علاش نبقاو انا تزوجتي بهاديك تزوجتي بهاديك، وديها في اللي مجوج فيها انت، ما تسولش على اللي مش غيتزوج بيها هو ولي تزوج بيها هو، ديها في جوجتك انت، راه داك الشيء راه العالم بيع الله. هادشي اللي بغيت نقول لكم، انا ما موالفش كندير الفيديوهات على بحال هادشي، كنتفرج راه كنتفرج بحال المغاربه كلهم، حنا كنا كنتفرجوا في دوك الفيديوهات، علاش كيلاهيوك وكي من بعد نهار ديال الستريس ديال الخدمه كتمشي كتبقى تفرج فيهم وكي كيجيبوا لك واحد الهنا، ما كتبقاش تفكر في الستريس ديال الخدمه وداكشي، صافي كترتاح قبل ما تمشي تنعس. حنا كنا كنتفرجوا فيهم والفيو اللي كيديروا هما اللي كيهضروا، ماشي انا اللي كنهضر، يعني هما كيديروا الفيو، يعني المغرب كله كيتفرج فيهم، والقصه ديالهم متبعين المغاربه كلنا، بلا ما تبقاو تقولوا هادشي ما عاجبناش، المغرب غادي في طريق وهما ضاربين الفيو اكثر من الكل، اكثر من المغرب كله، يعني المغرب كله كينافق، كلشي كيتفرج وكلشي ما عاجبوش الحال. المهم انا كنتفرج فيهم كيف قلت لكم بحال البشر كله، ما كنتش ناوي ندير عليهم فيديو، ولكن فاش كنشوف السيد كيتضرب والكومنتارات جرحوني، مازال سراك سراك سراك، مازال تعبك كثار من هكا، او مالوش دار، اش دار باش يوقع لي هاد الحاله كلها، اش دار، يعني ما لحق حد، ما ضر حتى واحد، ما ادى حتى واحد. سيدي داك باين داكشي اللي كيقول من الضحك ومن القلب ومن اللعب، يعني كيرجعك لواحد الايامات ديال الصغر. هادشي اللي بغيت نقول، هذا الفيديو اللي كنت باغي ندير هو هذا، وسمحوا لي الا غلطت، وراني ما كنعممش، يعني راه ماشي كاع المغاربه هكا، ولكن واحد النسبه عاليه، واحد النسبه عاليه، حيت الكومنتارات الا كانوا 70% هكاك، يعني واحد النسبه عاليه كتفكر هكاك، فهمتوا اش بغيت نقول لكم. هادشي اللي كاين، يوسف الارنو، هاي جينز.